السلام عليكم أعزائنا الكرام، اليوم عرضنا وياكم جهاز من إحدى الشركات العالمية الغنية عن التعريف اللي هي شركة هواوي. خلي بيونا تابع الفيديو الأخير لتعرف أكثر عن مواصفات هواوي جي 8. طبعا حجم الشاشة لهذا الجهاز 5.5 فول اتش دي، أجل جهاز بذاكرة 32 جيجا بايت والعشوائية 3 جيجا بايت، يعني الجهاز راح تقدر تنصب عليه كافة البرامج والألعاب اللي موجودة على جوجل بلاي. طبعا الجهاز يدعم جوجل بلاي وليس المتجر الجديد اللي نزلته شركة هواوي، يدعم سوق بلاي الموجود على سامسونج وعلى شركة هواوي. طبعا الجهاز يستقبل دبل سيم كارت، بالإضافة إلى أنه تقدر تضيف سيم كارت واحد و رام خارجي يصل الى 256 جيجا بايت، ما راح يتاثر جهاز اطلاقا. طبعا الجهاز كلش سلس بلعبه ببجي العالميه، ما راح تلاحظ اي تاثير نهائيا اثناء استخدامك لهذه اللعبه. بالنسبه لكاميرا الجهاز الخلفيه بدقه 13 ميجا بكسل فول اتش دي، هذه هي كاميرا الجهاز الخلفيه لهواوي جي 8. الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل، طبعا يحتوي على بصمة إبهام جدا سريعة، وتقدر تضبط البصمة على أكثر من أصبع تصل إلى 5 أصابع، وبالإضافة إلى أنه تقدر تتحكم بالبرامج الداخلية للجهاز بقفل عن طريق هذه البصمة، يعني تقدر تقفل جميع البرامج مالتك على بصمة إصبعك من خلال ضبط البصمة الخارجية. بطارية الجهاز بطارية بسعة 3000 ملي أمبير، بطارية جدا عملاقة، الشحن راح تشوفه عندك جدا مميز ومختلف عن بقية الأجهزة اللي موجودة حاليا في الأسواق. الجهاز غير مقلق.